هل الذي يخاف من الجن ومن أذيتهم يعتبر مشركا؟ هذا فيه تفصيل. الخوف الطبيعي لا حرج على المرء فيه، لكن إذا خافهم خوف السر أن يصيبوه بشيء سرا بقدرتهم عليه وبقدرتهم على ذلك أن يميتوه بدون أسباب بشيء سري كما يقدر عليه الله جل وعلا، هذا هو الشرك. أما الخوف الطبيعي من أن يضروه فهذا ليس بشرك، الخوف الطبيعي. لكن الخوف الطبيعي يكون له أسبابه الظاهرة، لكن هو يخاف هكذا من دون شيء، إنما خوف من أرواح الجن بدون أسباب ظاهرة تدل على ذلك، هذا لا شك أنه قد يكون شركا أصغر وقد يكون شركا أكبر بحسب الحال. والشرك الأكبر في الخوف هو خوف السر، يعني أن يخاف أن يصيبه ذاك سرا بما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا.